في أيام أخرى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما أراد الله تعالى أن يهب لفاطمة الزهراء الحسين، وكان مولده في الثالث من شهر شعبان، فلما وقعت في طلقها أوحى الله تعالى إلى لعيا وهي حوراء من حور الجنة، وأهل الجنة إذا أرادوا أن ينظروا إلى شيء حسن نظروا إلى لعيا، قال: ولها 70,000 وصيفة، و70,000 قصر، و70,000 مقصورة، و70,000 غرفة مكللة بأنواع الجواهر والمرجان، وقصر لعيا أعلى من كل القصور، أعلى من كل القصور ومن كل قصر في الجنة. إذا أشرفت على الجنة نظرت جميع ما في الجنة، وأضاءت الجنة من ضوء خديها وجبينها، وأوحى الله تعالى إليها أن اهبطي إلى دار الدنيا إلى ابنة حبيبي محمد. وآنسي لها، وأوحى الله تعالى إلى رضوان خازن الجنان أن زخرف الجنان، وزينها كرامة لمولود يولد في دار الدنيا. وأوحى الله تعالى إلى الملائكة أن قوموا صفوفا بالتسبيح والتقديس والثناء على الله تعالى. وأوحى الله تعالى إلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن اهبطوا إلى الأرض في قنديل من الملائكة، وقيل القنديل 1,000,000 ملاك، فبينما هم هبوط من سماء حتى أتوا إلى سماء الرابعة وفيها ملك يقال له صلصائيل، له 70,000 جناح، وقد نشرها من المشرق إلى المغرب، وهو شاخص نحو العرش لأنه فكر في نفسه فقال: أترى الله يعلم ما في قرار هذا البحر وما يسير في ظلمة الليل وضوء النهار؟ فعلم الله ما في نفسه فأوحى إليه أن قم من مكانك ولا تركع ولا تسجد عقوبة لما فكرت في نفسك. قال: فهبطت لعيا على فاطمة وقالت لها: مرحبا بك يا ابنة محمد. كيف حالك يا ابنة محمد صلى الله عليه وآله، وكيف حالك؟ فقالت: بخير. ولحق فاطمة الحياء من لعيا ولم تدر ماذا تفرش لها، فبينما هي كذلك متفكرة إذ هبطت حورا ومعها درنوك من درانيك الجنة، فبسطته في منزل فاطمة فجلست عليه لعيا،
فبينما هم كذلك وإذا بالأنوار تتساطع من دار فاطمة والروائح تتفاوح من هذا وهم جلوس على ذلك الدرنوك. ثم أن فاطمة وضعت بالحسين أفضل الصلاة على الله أيامك.